سوء التخطيط الإداري، سوء التخطيط المدن، هذا سبب كوارث، إضافة إلى بعض المحسوبيات وما إلى ذلك. هذا إلى قوة وإلى سلطة يأخذ هذه القاع يسويها مول، يسويها استثمار، يسويها بنايات، بغض النظر أو ما يراعون شكل المدينة، شكل يعني شوف هسه بغداد مثلا، بغداد صايرة عبارة عن مجرد يعني مثل القطع الميكانو، هنا مول، هنا بدون تخطيط، بدون خضار، تخطيط. بدون جزرة وسطية، بدون يعني هذه كلها مشاكل كبيرة المفروض طيب يكون فيها. أنت تعرفين هاي قصة العقارات والاستيلاء عليها فعلا مو خاص بالعراق، يعني احنا كنا نستمع يعني بالموصل حصل هذا الموضوع، بسهل نينوى حصل هذا الموضوع، وهاي حقوق ناس وراحت. طيب كيف ممكن يعني هيئة النزاهة هذا الملف ما زال مفتوح لو أغلق؟ احنا بالنسبة لنا كلجنة نزاهة هذا الموضوع مفتوح، يعني احنا داخل لجنة النزاهة هناك لجان مصغرة، كل لجنة متخصصة بموضوع، اكو اخوان ملتزمين بهذا الموضوع وده يبحثون به. طبعا احنا مو جهة قضائية أو نقدر نصدر أحكام، لكن كل المخالفات نسجلها ونسمع من كل الأطراف ونحول هذه الملفات إلى القضاء أو إلى النزاهة. وطبعا المفروض عدا القضاء والنزاهة هناك السلطة الرابعة اللي هي أهم سلطة أنا أعتبرها، الإعلام، عندما يسلط الضوء على أي قضية أنا أشوفها يكون حلها أسرع من تروح للمؤسسات الأخرى، مع طبعا جل احترامنا إلى هيئة النزاهة وإلى القضاء، لأن أكيد قضاياهم كلش كبيرة. لهذا أنا مع أن يكون هناك حتى سلطة رابعة تكون داخلة في هذا الموضوع، لأن حقيقة نشوف أنه عندما يتم تسليط الضوء على هذه يعني أعتبرها كارثة، يعني ناس قاعدين مسالمين يعني في بيوتهم. أنت قبل أسبوع جمعتي تواقيع لاستجواب وزيرة الهجرة، لو تجمعين تواقيع أيضا لفتح ملف العقارات هذا ممتاز جدا، يعني ياخذ أثره بالشارع أيضا مثل طبعا أكيد طبعا أكيد، لكن يعني أنت ما تقدر تفتح كل الملفات في دفعة واحدة. ثانيا إحنا نواب، يعني مجموعة نواب، لو كل واحد يلزمنا ملف ويفتحه ويستجوب بالتأكيد يعني راح تمشي العملية الرقابية، وأعتقد راح يكون هذا الشيء مطروح. طبعا يعني أنا هسه ملتزمة ملف وزارة الهجرة لأن أنا عندي الأوراق والأشياء الثبوتية اللي تثبت هناك فساد وهدر كبير في المال العام في وزارة الهجرة. بعد ما لملمت الأوراق وتكلمت مع الجهات المعنية الحكومية والغير الحكومية، يعني صار بيدي ملف، وهذا الملف راح نفتحه إن شاء الله باستجواب السيدة وزيرة الهجرة. يعني